كنوز الدراما. أصل الراديو، أصل الراديو. طلب أجازة. طلب أجازة تمثيلية من تأليف السعيد أبو الحسن جلال، إخراج إسماعيل عبد الفتاح. ادخل. صباح الخير يا سعادة المدير. اهلا يا دكتور عادل، ايه فينك يا راجل؟ تحت امرك يا فندم. كان في ترانك عشانك من مصر. خير ان شاء الله. يا ترى ما قالش مين؟ خطيبتك يا سيدي، عايزة تطمن عليك. بس قالت هتتصل بكرة ان شاء الله. وما قاليش الساعة كام؟ زي دلوقتي تقريبا. يا ترى في ايه؟ هيكون ايه يعني؟ اصل والدي اليومين دول تعبان شوية، ربنا يستر بقى. لا لا ما تشغلش بالك، انا زي ما قلت لك عايزه تطمن عليك. انا كنت ناوي اقدم اجازه كام يوم علشان اسافر واطمن على والدي. انت عارف يا عادل اني ما احبش اخر لك طلب، لكن زي ما انت شايف كل الزملاء تقريبا في اجازات. اللي عيان واللي عنده ظروف واللي مسافر، وعشان كده انا عارف. عارف يا فندم عارف، بس اعمل ايه بقى؟ ان شاء الله ربنا هيسهل ويرجع الدكتور ظريف من اجازته الثلاث الجاي، وانت يا سيدي خد اجازتك الاربع. حاضر يا فندم. طبعا انت فاكر عندنا بكره المجزر وبعده حقن المواشي. ان شاء الله. بعد اذن سيادتك. اتفضل. يا دكتور عادل، يا دكتور عادل. ايه مالك يا فتوح؟ الحقني يا دكتور، انا بدور على سيادتك بالفعل. ليه؟ ايه اللي جرالك؟ جرالي يا ريت جرالي انا يا دكتور. ايه يا راجل سيبت ركبي في ايه؟ الباغ. ماله؟ قلت يا لمبا ربيني زي ما يكون حيموت. يا خبرك خبر، وهو فين دلوقت؟ في اسطبل الوحدة الزراعية. طبين على هناك. الله 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 الله، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا فتوح ده؟ يا دكتور في حاجه. ده البغل اللي ظهره مسلخ، انت ضربه بسكينه؟ سكينه؟ وحياتك ما حصل يا دكتور. حاجه غريبه قوي، انت بتحمل عليه ايه؟ ما تعرف يا دكتور داني ما بتعبوش ابدا. يا راجل حرام عليك، انا مش قايل لك الف مره تبطل تشغل البغل لحسابك. اشغله لحسابي؟ اني ده بغل الوحدة الزراعية. يعني يا دوب بوصل بيه الموظفين بتوع الوحدة وبس. وبس؟ طب وحياة عيالي؟ ما تحلفش ما تحلفش، انا عارف كل حاجة. الاسطوانة ياها، المهية صغيرة والسبع عيال وامهم والموال اللي انا حافظه. يا دكتور عادل انا قصدي يا فتوح، يا فتوح انت عارف ان البغل ده عهدة رسمية ولا لا؟ طبعا يا دكتور. عال، طب لو جراله حاجة يا فتوح؟ يا خبر، ده انا كنت اتجنن. لكن بس حول ايه، بس انتك عارف كل حاجة. الله 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 الله، وادي جرح تاني في رجلي. لا 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 لا، البغل ده لازم يرتاح. انا هكتب له على اجازة اسبوع كامل. اسبوع بحاله؟ سبع ايام مش ستة، انت فاهم؟ فاهم يا دكتور. اياك بقى يخرج من الاسطبل الا بعد ما اكشف عليه بنفسي وارجعه الشغل. اسبوع بحاله يعني مش كفاية يومين تلاتة؟ انا قلت لك وانت حر، البغل واخد اجازة اسبوع. ها؟ اسبوع، وانشغلته تتحمل المسؤولية. امسك.
انضيلي هنا. امري لله. هات. انا هبعت التمرجي يغير له على الجروح كل يوم، وانت تخلي بالك منه كويس، مفهوم؟ سلام عليكم. مع السلامة يا دكتور. كده تعملها فيه؟ ما انت عارف معزتك عندي، ما هي الحسنة اللي بنكسبها بنقسمها سوا. ايه مش عاجبك كلامي؟ انا عارف انت بتطوعني وانا الغلطان في حقك، قسيت عليك في الحمولة اول امبارح. انت زعلان؟ معلاش حقك علي. انت اخدت بقى على الشغل الخفافي، هعمل ايه بس يا ربي؟ استنى يا برعي، شوف عمك فتوح يشرب ايه. اديني مشرب من جعاني يا راجل. هو محدش عنده بغل عيانة الا انت؟ اهو الدكتور ريحك يا سيدي واداله اجازة. ما هي دي المصيبة. مصيبة؟ مش الدكتور بيعالجه؟ اه يا نيقة يعني، محدش فاهمني يا ناس. لا انا فاهمك كويس، بس الصبر طيب. فرغالي سيبني اخوها في حال، قال لي مش ناقصة. فتوح الحق يا فتوح الحق. ويا معسام الباغي يا فتوح. مال معرفش ايه اللي جراله. ماله الباغل؟ ما هو واقف يا عم حسام. انيش عرفني بقى يا شيخ؟ خليت روحي طلعت. اها انيش فهمني. ولما انت ما انتش فاهم تقوم تجرجرني ليه من على القهوه بالشكل دي؟ الله، انا كنت فات على الاسطبل، قالوا لي الحق هات فتوح، اعمل لك ايه بقى؟ والله ما انا عارف اعمل ايه معاك. ولا تعمل ولا تسوي، انا غلطان اللي خايف عليك. كتر خير كتر خيرك يا اخوي، مع السلام. يا ساتر سيبت روكري. ايه دي؟ ده حتى التمرجي عامل لي عمده، ساب لي الدواء عشان اغير له اني ومشي. يا ساتر، ده مفيش حد خايف عليا يا ناس. السلام عليكم. انت فين يا ابني؟ برضو تسيب ابوك كده وهو عيان ولا تسألش؟ يا امي انا دايخ على دكتور الوحدي، الظاهر انه نزل البندر. طب وبعدين يا دناي؟ حنزل البندر واتصرف. ازاي يا ابويا دلوقتي؟ تعبان قوي يا حبيبي. انا داخل اشوفه وماشي على طول. ما تتأخرش يا بركات. وبعدين معاك يا جعيدي، دي تالت مرة فكرك بالحكاية دي. حكاية ايه يا دكتور؟ الباغل بتاع الوحدة الزراعية. ماله؟ ما انا رحت له وغيرت له وبقى على العالة اهو. رحت له كم مرة؟ رحت له كم مرة يا جعيدي؟ رحت له مرتين. ها وغيرت له في المرتين؟ امال يا دكتور؟ تفوت عليه كل يوم لآخر الأسبوع. حاضر. دي مسؤولية كبيرة، وتخلي بالك إن الباغل واخد أجازة أسبوع. إن لقيته خارج الاسطبل ولا حاجة تقول لي فورا. واخد أجازة؟ ايه يكونش مستوظف يا اخويا؟ بطل ترياقة. مستوظف ومش مستوظف كلها محصلة بعضها. ما انا هو موظف، خدت ايه؟ مش عارف اخد اجازة حتى. عجايب والله.
بتقول حاجة يا جعيدي؟ لا ولا حاجة، هقول ايه؟ ربنا ياخد بيده. تعبت قوي يا عم حسان. ليه؟ لفيت البندر يجي 10 مرات ومش لاقي فتوح خالص. الارض انشقت وبلعيته. دهدي ما كان قاعد على القهوه يجي 3 ساعات، ما حدش سأل عليه. اعمل ايه بس يا ربي؟ يا ابني خد لك تاكس على الاقل اسرع واحسن. ما فيش تاكسيات بترضى تروح الكفر يا ابو حسان، الطريق وحش والناس بتخاف منه. على قوم دلوقتي يجي. اهو يا سيدي حل علينا. الحمد لله. وين يا فتوح؟ ايوه يا محسن، اهلا وسهلا يا ابني. ده احنا دخنا عليك. لو انتوا دايخين زي عجيب يا اولاد على الدنيا، هو مش انت بركات ابن الحاج السبعاوي؟ هو يا سيدي بعينه، ده احنا لفينا عليك ده منهور كلته يا فتوح. يا خبر، ده ليه مهم يا ولاد ولا اعرفش؟ عمك الحاج سبعاوي عيان قوي يا فتوح. الف 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 سلام. وانت بقى البركه فيك. اني ايوه خدمه. عايزينك توصل الدكتور نبيل للكفر عشان يكشف على عمك الحاج. اي وطبعا مالناش بركه الا انت. ايوه وجينا بقى للحنطور. ماله الحنطور يا فتوح؟ البغل واخد اجازه اسبوع 7 ايام. نعم يا اخويا، البغل واخد اجازه اسبوع 7 ايام. ايه كلام اهدى يا ابني، اصله عياه. بقول لك ايه يا فتوح؟ ايه اذا كنت مستشوي اللي بدهولك وانا راجل على قد حالي، بركات حيشوفك ويبسطك. يا عم حسن انا مش باصص لحاج. هما ليه بقى؟ الدكتور البيطري ممضيني على ورقة ان البغل في اجازة اسبوع 7 ايام. دهدي وانتو ليه من الاسطاب هتحطني في سيم وجين؟ يا ابني سيم وجين ايه؟ هو انت هتحمل دبش؟ ده يا دوب الدكتور نبيل وانت وبركات. يا عم حسن يا ابني عشان خاطر عمك الحاج. الله يا عم حسان، إن كنت عايزنا موت البغل واروح في مصيبة يبقى كلام تاني. يا ابني كفل الشر، داني راجل غفير نظامي من 30 سنة وعارف الأصول. يعني عارف إن البغل عودة رسمية وأنا المستوظف المسؤول عنه، مانيش عود. يا سلام يا فتوح، يا تخليها على الله، مالكش دعوة. يعني اضيع البغل واضيع نفسي ويبقى مالكش دعوة؟ فتوح فتوح اني حديك 10 جنيه الله يهديك. يلا يا اخويا عشان خاطر عمك الحاج. وبعدين بقى بس لو ما كانش بس عم الحاج هعمل ايه يا ناس؟ دي حاجة تفوت العطار وخرجه. ايوه يلا يا فتوح، ده احنا تأخرنا والدكتور زمانه نام. يلا يا سيدي. اتفضل يا دكتور نبيل. ايوه بس دلوقتي متاخر قوي. معلش يا بيه، ربنا ما يرميك في ديجه. طب اتفضل اتفضل، وخلي بالك انا مش عايز تاخير، هكشف وارجع على طول لحسن عندي شغل من بدري. امرك يا بيه. يلا يا فتوح شد حالك. يلا يا سيدي ربنا يستر. رايح فين بالبغل السعادي يا فتوح؟ لا ولا حاجه اجعلي يا ليلى زي بعضه، وادي التمرج شافني دلوقتي يقول للدكتور عادل. يا سيدي ربنا يستره. ايوه انت عاوز مشوارك وبس. ربنا يستره، نلخبط ونقول ربنا يستره. نايته شيء شيء.
اروح فين بس يا ولاد؟ الصبر الصبر يا طيب يا ست ام بركات. ده بركات في البندر من العاصم، ده احنا بقينا نص الليل يا عم فرغالي. دلوقتي يجي ومعاه الدكتور. الحاج تعبان قوي وبيخطرف. يا ام بركات ما تقوليش كده بعد الشر عليه، دول حبه سخونيه. مساء الخير يا ام بركات. ايه ازاي الحال دلوقتي؟ زي ما هو يا عم خليل. هو بركات لسه ما وصلش؟ لسه يا اخويا ما وصلش. طيب على العموم انا حاطه على الجسر دلوقتي، يمكن اقابله. يا رب يا رب انت عالم بالحال. يلا يا فتوح شد حيلك شوية. شد حيلي يعني؟ على كيفك يا فتوح. انت زعلت؟ انا قصدي نلحق ابويا يا ناس. انا عم رجل دار عشان يتقلم الدار. لا 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 حقك علي، على راحتك. اعذرني يا فتوح، قلبي وجعني يا ناس. واعمل يعني بس يا سمركاه، البغل ماشي بالعافية، اقطع روحي ولا انزل اضر الحطور ولا دوس بنزين عشان بسلامته يموت. انت عايز الحقيقه؟ انت غلطان جدا يا فتوح. الدكتور البيطري قال لك ما تخرجش البغل، كان لازم تسمع كلامه. هقول ايه بس يا دكتور؟ دي انت شايف؟ شايف ايه يا فتوح؟ انت غلطان. هي الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 2 بعد نص الليل. استر يا رب استر يا رب. يا خراب بيتك يا فتوح، يا خراب بيتك، الحضور والبغل وقعوا. حول ولا قوه الا بالله. انا عارف انها الليله زي بعضيه. الحقني يا بركات، تعال معايا من ناحيه دي. طيب اجاوب الدكتور. فتوح الحق، الراجل وجع الارض. يا دكتور دكتور وهيقوم سليم. ايه ده كلام يا فتوح؟ تعالى معايا نشوف الخبر اللي جرى. يا عيني عليك يا ولادي، ابوكوا راح وابو نكلي. ارفع معايا. ايوه ارفع جنب العربيه. ايوه ارفع كمان معاك اهو. ايوه يا قوي. الحمد لله العربية اتعدلت والبغل جام سليم. يلا يا سيدي نتكل. نتكل؟ نتكل على فين؟ انا هتكل وارجع، خلي اللي لازم تعد على خير. اعمل معروف يا راجل، ده اللي عمل جميل يتمه. ايه ولا ايه رأيك يا دكتور نبيل؟ رأيي ايه بس؟ الحكاية دي غلط في غلط. يا عالم ده فاضل على الكفر نص كيلو. نص كيلو نص وقي انا راجع. اظن انت فاكر ان العشرة جنيه بتوعك هيجيبولي باغ. يا سيدي حقك علي، انا حديك اللي انت عايزه كله. ما انت عارف يا فتوح ان ابويا غالي عندي قوي. ايوه ابوك غالي عندي. إيه؟ بس انا البغل اخويا غالي عندي. البغل عندي قد الدنيا كلها، ده فتح بيتي ومأكل عيالي. يا راجل ايه انت خايف على الحيوان اكتر من بني ادم؟ احنا برضو لينا كرام. ايه يعني البغل لو طب مات حد حيدور على كرامتي؟ حد حيسأل علي؟ وحياتك ما حد سأل الا في البغل. يا سلام يا فتوح، ده انت راجل طيب. ايه اسمع يا فتوح. ايه انا حديك 20 جنيه بحاله. يلا ربنا يخليك. كلام ايه اللي انت بتقوله دي؟ اظن ما انت فاكر ان بتاع فلوس. ما ترسلكوا على حل، يا تودوني للراجل العيان يا ترجعوني بيتي. هقول ايه بس يا دكتور؟ تروح للراجل. ايوه الله يسترك، اركب يا دكتور. ايوه بس يا فتوح،
كفايه لغايه هنا. طريقنا اهو، اصل الطريق بعد كده كله مطبات. لسه كتير يا بركات. ابدا يا دكتور، ده احنا اول الشارع ده اهو. اتفضل يا دكتور. بينا يا سيدي. فتوح، ايه؟ خد اللي اتفقنا عليه، العشرين جنيه اهم، بس والنبي تستنظر الدكتور، الله يسترك يا راجل. بس نتعب دي. الف شكر، عن اذنك. مين اللي بقى هنا؟ انت على العتهور؟ ده احنا يا عم خليل. بركات، انت فين يا ابني؟ مساء الخير يا عم خليل. قصدك بتقول صباح الخير يا ابني، كنت فين ده كله؟ كنت بجيب الدكتور. يلا يا دكتور عشان نيل. رايح فين يا ابني؟ رايح فين؟ رايح لابويا يا عم خليل. انت اتأخرت قوي يا بركات. ها؟ معلش يا ابني. اتأخرت يعني ايه يا عم خليل؟ ابوك يا ابني كان عاوز يشوفك. انت بتقول ايه يا عم خليل؟ الدوام لله يا ابني. ازاي؟ ازاي يا عم خليل؟ امر الله يا ابني، امر الله. يعني لو شدنا حنا فتح شويه. ما تغلطش يا ابني، ما تغلطش، عمره مكتوب. شد حيلك يا بركات، انا ماشي بقى عن اذنكم. استنى يا دكتور، استنى لما اوصلك لحنطور يا دكتور. قهوة يا ابو راعي لعمك حساه. ايوه هات يا ابني هات. يدوم يا ابو محمد، عقبال ما نشرب شربات الانجال. تعيش يا عم حساه. هي ايه الحكاية يا عم حساه؟ يعني فتوح يا اخويا عمال بيفرق مشاريب. ايوه يا سيدي، عقبال عندك. احنا وانت خير. دي يا سيدي حلاوة البغي. حلاوة البغي؟ كلام ايه دي؟ له اتجوز ولا ايه؟ يا راجل يا راجل، اتجوز ايه؟ هو البغل برضو بيتجوز، اصله قام بالسلامة. قام بالسلامة؟ يبقى لازم ولد. ولد ايه يا فرغال؟ ده كان اسم الله على مقامك عيان، وربنا خد بيده. ايوه يا سيدي قول كده. يكونش البغل ده اللي كان مودي الدكتور نبيل للحج سبعاوي؟ هو بالظبط. الله يرحمك يا حج سبعاوي. شوف يا اخي، الراجل اتوفى والبغل قام بالسلامة. قام بالسلامة عشان لسه له عمر. انت ما عندكش فكرة، ده البغل ده جاله من البندر كمسيون دكاترة يشرح القلب الحزين. يا سلام. أمال اللي يعيش يا ما يشوف. دول تلات دكاترة من الكبار قوي، وفي ايه؟ في عربية الحكومة. تلات دكاترة وفي عربية كمان؟ يا سلام، وما كانوش لاقيين حنطور للحج سبعاوي. مش بقولك اللي يعيش يا ما يشوف. لا يا دكتور نبيل، الموضوع ده ما فيهوش معلش. اسمعني يا دكتور عادل، الراجل اتربى وخلاص. اتربى؟ اتربى يعني ايه؟ ده كان ناوي يموت البغل ويودينا في داهيه. اهو ربنا سترها يا سيدي. يعني ربنا قال نعمل كده يا دكتور؟ انا على العموم اقترحت خصم نص شهر من مرتبه علاوه على انذار بالفصل. ليه ليه بس كده؟ لازم يا دكتور نبيل، لازم. ده غلطان غلط كبير. Oh, 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 oh.
ألو؟ أيوة يا سيادة المدير، حضرتك بتتكلم منين يا فندم؟ يا سلام، من المحافظة؟ خير يا فندم؟ لا 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 لا، كل شيء تمام. أيوة يا فندم، اتحسنوا بقى عال العال. فتوح؟ لا يا فندم لا، خلاص احنا حولناه للتحقيق. لا يا فندم، لا. ازاي يا فندم؟ لا 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 لا، ده لازم ياخد جزاؤه. ايوة يا فندم لازم ياخد جزاؤه. انا سامع حضرتك يا فندم. ها؟ ايوة ايوة، حضرتك بتقول اجازة؟ ايوة يا فندم، انا كنت قدمت طلب لسيادتك على اجازة 3 ايام، وافقت حضرتك عليها؟ انا امال ايه يا فندم؟ مش اجازتي. هلا، امال اجازة مين يا فندم؟ حضرتك وافقت ان البغل يستمر في اجازته وانا استمر في العمل يا فندم. بس انا اللي قدمت طلب الاجازة يا فندم كده. طيب يا فندم، حاضر يا فندم، مفهوم يا فندم. كنتم مع طلب أجازة. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات سمير حسني، عثمان عبد المنعم، خيري الأليوبي، محمد عبد الله، سعيد عبد العزيز، محمد جبريل، نوال البطوطي، أشرف زكي، محمد الحسيني،